لسه زي ما احنا. ما طبعا يعني، ما الفلوس اكيد مش هتولد واحنا حاطينها في الدولاب. بقول لكم ايه، انتوا لسه مش عايزين تهجوا وتسيبوا البلد؟ عروض الطيران للبنان خطيره. نيجي نروح فين يا زفت انت وعيالنا يا فالحه؟ ندى والنبي نقطينا بسكاتك، احنا مش مقطوعين يا حبيبتي. طب لما تبقوا تتقتلوا منك ليه ما ترجعوش تقولوا ندى ما قالتش؟ ندى والنبي اعملي الزفت ده سايلنت، احنا مش ناقصين زن. التمثال اللي خدته من عند سميره حطيته على النت وطلع ب 50,000 جنيه. ده انتيكه بجد؟ يا نهارك اسود، انت برضو سرقتي الست. بقول لك يا بسمه، مش وقتك خالص، نبقى نبيعه ونسدد اللي علينا ونجيب لها واحد تاني هاي كوبي. انت يا ندى قلبتي الست دي في حاجات تانية؟ حاجات كتير موت بجد. لا لا فلوس ناقصة مدامات. لا لا مش ناقصين ولا حاجة. هو أنا جاي أفاصل معاكي ولا إيه؟ لا ثانية واحدة، إحنا عارفين إنهم ناقصين، بس هقول لك على حاجة، نديوزة ممكن توري له الحاجة دي مجموعة تماثيل أنتيك عمرهم فوق 150 سنة. بسومي؟ أيوة دي أسرة كاملة، الأب والأم والابن، دول كل واحد فيهم يسوى بتاع 50,000 جنيه. يعني الأب والأم والابن يعملوا بتاع 150,000 جنيه كده، إحنا ممكن يبقى لينا فلوس عندك. بس خلاص مش مشكلة. عارف أنا لو ما كنش عليا فلوس ليك كنت أخدتهم ليا، دول لقطة. وأنا كمان والله كنت أخدتهم. والله هو المفروض أعمل بيهم إيه يعني؟ تباعهم طبعا، واي فلوس زياده فيهم احنا متنازلين عنها، اعتبرهم كادو او اعتذار عن السرقه. كادو او اعتذار؟ يعني انتوا عايزين نبيع الهناهيل بتاعتكم دي عشان اكمل بيها بقيه فلوسي اللي انتوا اصلا سارقينها مني؟ لو سمحت ما تقتلناش، والنبي يا ريس والله احنا ما قصدناش نسرقك. بس بعد اذنك، بس ممكن نتكلم مع بعض؟ حضرتك ممكن تسمعنا لو سمحت؟ بس ممكن تتكلم معانا؟ انت غبي على فكره. بس ما فاكر انت هتقتلنا عادي كده؟ فاكرنا عصابه من العصابات بتاعتك تخلص علينا برصاصه وخلاص؟ لا على فكرة، احنا أمهات، أمهات كويسين جدا كمان، كل واحدة فينا عندها بيت وعيال وحياة وناس بتحبنا، عندنا جيران وقرايب وأصحاب مش هيسكتوا عشان بيحبونا، عشان احنا بني آدمين طبيعيين زيك. على فكرة بقى، احنا لو متنا او جرالنا حاجة الدنيا هتتقلب وهتكتب عننا في كل حتة، وهتتقلب قضية رأي عام، البوليس مش هيسكت وهيدور على مين اللي عمل كده اللي هو انت. انت متخيل انك هتخاطر بكل ده عشان كام الف جنيه؟ شوية فكة ما يسوش حاجة عندك؟ عرفت ليه انت غبي؟ يلا موتنا يلا.
مش مصدقة ان الكابوس ده خلص بجد. ما خلصش ولا حاجة. ليه ان شاء الله؟ مش خد فلوسه؟ هيعوز ايه تاني؟ ما بتكلمش على ده، انا بتكلم على الهباب التاني متلقح في بيت امك. صحيح انا نسيته خالص، يا رب يبقى مات بجد. احنا لازم نروح نشوف سامي ده هنعمل فيه ايه هو كمان. الموضوع ده لازم يخلص. كفاية قوي كده. ده بيفرك ولا ايه؟ ما بيفصلش ابن اللذينة. من اكل التونه اللي بناكلها له. ايه ده؟ ده مش فوق، راح فين؟ Yeah.